الاهلي ماله، سيف سيف دلال. دلاله غزاله حمراء مش كده؟ جت ازاي؟ لا والله يا كابتن، انا بحب الهتاف ده طبعا من جمهور النادي الاهلي، الهتافات كلها بصراحه، اي بس يمكن اكتر هتاف كان معلق معايا الفتره اللي انا كنت بلعب فيها كان عندي غزاله. كان ساعتها كابتن هم لما بيجوا يقولوها بيقفوا شويه كده، فانت كده كده بتسمعه وانت في الملعب، ايوه فهي صوتها مع بعض هم مع بعض كده كلهم كانت بتبقى حلوه قوي. حلو. ولا احنا حلو. بالظبط، يعني اللحن بتاعه بصراحه حلو قوي. اول مره غنيتها مع جمهور الاهلي كان امتى وليه؟ كنا في، لا مش اول مره، ده اول مره يا كابتن كنت انا في صالون كنت بحلق عند ايوه محمد صح. ياسر، شفتها. محمد ياسر صاحبي، وكان معايا محمود عبد الله صاحبي، فهو كان دايما كان هو اهلاوي متعصب، محمود مجنون مجنون النادي الاهلي. ده صاحبك من زمان. فبعدين واحنا راكبين العربيه كان بيشغل دايما الاغاني بتاعت النادي بتاعت الاهلي الاهلي. الجمهور، فانا حفظتها من هنا حفظتها. فبعدين احنا كنا كنت انا بحلق، وهو كان بي بي كان محمد ياسر كان بيصور فيديو، هو كان بيقول وانا كنت برد عليه، اوكي. فهي بقى ساعتها جمهور الاهلي نادالي في ماتش كنا بنلعب طلائع الجيش، كنت الماتش ده انا ملعبتش خالص، كان عندنا تمرين بعد الماتش. اتمرنوا في الملعب. فبعدين جمهور النادي الاهلي ناداني، رحت لهم ففضلوا لي غزاله غزاله، فانا غنيت معاهم الاغنيه. بقى التيمة بينك وبين جمهور النادي كان الاهلي الماتش ده ده ماتش شوارع الجيش. 3 شوفه جت من اللعيبه ورا بتتمرن. ايوه بس انا حاسس انك بتغني من قلبك. والله كابتن، لما بتلاقي يا كابتن حد بيحبك الحب ده كله، فما ينفعش ترفض. انا الناس دي يا كابتن يعني بصراحة وقفوا معايا كتير، ودايما بيدعموني في اي حاجة بتحصل من اللي انا بشوفه، دايما في ظهري واقفين معايا على طول، فليه انا ما احبهمش؟ يعني ده الناس انت ما بتعشقهم. طبعا طبعا يعني عندي جمهور النادي الاهلي دلوقتي في حتة تانية خالص. طبعا بشكرهم على الفترة اللي دايما في ظهرنا ودايما معانا في أي بلد بنروحها، جمهور صحيح. النادي الأهلي موجود ودايما رقم واحد لينا، يعني الواحد ما بيصدق يجي ماتش ليه عشان يشوف جمهور النادي الأهلي. بس